effect capacitance in the high. طبعا شو هنا حقيقة؟ احنا درسنا التأثير مع الكاباسيتر باللو فريكونسي اللي هي السورس كاباسيتانس والاوتبوت والاميتر كاباسيتانس. الان عندنا احنا بالهاي فريكونسي ما عندنا احنا كاباسيتانس بالهاي فريكونسي حقيقة، انما الكاباسيتانس تظهر نتيجة الفريكونسي العالي، تظهر كاباسيتر مال الجنكشن اللي هي باللو فريكونسي هي شنو؟ هي تكون اوبن، تكون الامبيدنس مالتها عاليه، لكنه بالهاي فريكونسي راح تكون لها قيمه مثل ما وضحنا ببدايه الفصل. اوكي، فهاي هي اللي هي حقيقه مع جنكشن كاباسيتانس وايضا مع الوايرز كاباسيتانس تبين عندنا. فبالنسبه اذا كانت عندنا امبليفاير اللي هي كمان ايميتر امبليفاير الجين نيجاتيف، فاكو حقيقه شنو؟ اكو كاباسيتانس موجوده بين الاوتبوت والانبوت بين بالهاي فريكوانسي اللي هي سي اف، نسميها فيدباك كاباسيتانس. هذه الكاباسيتانس طبعا اذا لو فريكوانسي هي تكون شنو؟ تكون هذه اوبن، فبالتالي الاي ان يساوي لنا نفسه هو هذا الاي 1، لكن بالهاي فريكوانسي راح تاخذ تيار، فبالتالي راح يصير الاي ان يساوي الاي 1 بلس اي 2. ندرس تاثير هذه الكاباسيتانس اللي هي مال فيدباك كاباسيتانس، ندرسها بالانبوت وايضا ندرسها بالاوت. فالاي 1 شو يساوي الاي 1؟ اي اي يساوي الاي 1 بلس اي 2. هنا عندي انبوت امبيدنس زد اي، هنا عندي انبوت ريزيستنس ار اي. فالاي اي شو يساوي؟ لفي اي على زد اي، والاي 1 يساوي لشنو؟ في ان على ار ان. ليش؟ لان هذا حقيقه هو نفس اللاين، الفي ان هي هنا نفسها موجوده هنا. الاي 2 شو يساوي؟ يساوي في ان ماينس في اوت على من؟ على الاكس سي اف. اي 2 في ان ماينس في اوت على اكس سي اف، الجين في اوت على في ان، وبالتالي الفي اوت شو يساوي؟ لاي في في ان. فنعوض حقيقه هذا الفي اوت هنا، وبالتالي راح يكون الاي 2 يساوي في ان ماينس اي في في ان على اكس سي اف. الفي ان مشتركه، فراح يكون شنو؟ الـ I21 ماينس IV VN على XCF. اوكي، هذه وين عوض المعادلة؟ بالمعادلة الأولى IN VN على ZN عوضناها، الـ I1 VN على RE أيضا عوضناها، والـ I2 القيمة مالته هذا أيضا عوضناها، الـ VN المشتركة راح تختصر، فراح نجد قيمة الـ Input Impedance اللي هي ZE اللي هي شو تساوي لي؟ تساوي لي واحد على ار اي بلس هذا التيرم. اوكي، هذا التيرم حقيقه الموجود هنا راح ناخذه نرتبه اكس سي اف على 1 ماينس اي في، راح نعوض قيمه الاكس سي اف اللي هي واحد على اوميجا سي اف. اوكي، وبالتالي راح نفصل الاوميجا ونقول 1 ماينس اي في سي اف وراح شو يساوي لهذا السي اف. بالتالي هذا التيرم اللي هو اضافه السي اف راح يكون هو عباره عن اكس سي اف ام كابيتال ام اللي هي شنو؟ ميلر افكت، يعني هذه الكاباسيتانس مال الميلر افكت. اوكي، فممكن حقيقه نرسم الرسم مالتنا راح يكون هالشكل. الانبوت امبيدانس هي عباره عن ار ان، اوكي، اللي هي هذه بلس سي ام، اللي هذا التيرم كله هو عباره عن سي ام 1 ماينس اي في سي ام. اوكي، وقلنا هنا شنو؟ الجين نيجاتيف على متحقق هاي القيمه تكون بوزيتيف، لانه كمان ايميتر الجين مالته راح يكون شنو؟ يكون الجين مالته راح يكون نيجاتيف. اوكي، فالسي ام ميلر افكت انبوت كاباسيتانس هي سي كابيتال ام، السمول اي هو الانبوت والكابيتال ام هو الميلر افكت كاباسيتانس اللي هي 1 ماينس اي في multiply by CF اللي هي شنو؟ الفيدباك كاباسيتانس. هسه طبعا نوضح بعدين شنو الفيدباك كاباسيتانس. اوكي، فور اني انفيرتنج امبليفاير، انفيرتنج امبليفاير اللي هو شنو؟ اكو فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت مقداره 180 درجه، فهذا نسميها شنو؟ نسميها انفيرتنج امبليفاير. Okay, the input capacitance will be increased by a Miller effect, capacitance sensitive to the gain of the amplifier,
and the inter-electrode parasitic capacitance between the input and output terminal of the active devices. الactive device will ويقول هذا السي ام راح تعتمد عليه الجين لانه 1 ماينس اي في الجين نيجاتيف بالتالي هذا السي ام راح تزداد قيمتها بازدياد الجين اوكي تاثير السي اف بالاوتبوت ايضا نفس البروسيجر الاي اوت يساوي الاي 1 بلس اي 2 اي اوت يساوي اي 1 بلس اي 2 الاي 1 هو شنو راح يكون في اوت على ار او الاي 2 V out minus V in على XCF ال RO هنا حقيقة هواية أكبر من الواحد ال IO هواية أكبر من الواحد بالتالي كأنه ال IO هو نفس ال I2 يعني ال I1 حقيقة راح شنو راح نهمله مقارنة شنو بال ال I2 أوكي لأن ال RO عالية جدا اللي هي ال output resistance model amplifier فالاي اوت راح يساوي لشنو يساوي للاي 2 لان راح نحمل الاي 1 ويساوي الفي اوت ماينس في ان على اكس سي اف اوكي الجين الاي في هو في اوت على في ان والفي ان يساوي الفي اوت على اي في نجي نعوض هنا مكان الفي ان هو في اوت على اي في والفي اوت مشتركه فراح يكون 1 ماينس 1 اوفر اي في اوكي وبالتالي نعوض الاكس سي اف ايضا بالقيمه مالتها واحد على اوميجا ونجد شنو السي ام تساوي لنا 1 ماينس 1 اوفر اي في سي اف بالنسبه للاوتبوت ميلر افكت كاباسيتانس ات ذا اوتبوت هي واحد ناقص واحد على اي في اذا الاي في عالي تقريبا السي ام اوتبوت مال الميلر هي نفس السي اف اللي هي فيدباك كاباسيتانس مالتنا اوكي هذا حقيقة هو تأثير الميلر إفكت إنه نتيجة الفيدباك جين أو الجين اللي هو النيجاتيف يعني الانفيرتنج امبليفاير الموجود فرق فيز شيفت بين الاوتبوت والانبوت مقداره 180 درجة موجودة عندنا فيدباك كاباسيتانس اللي هي السي اف بين الاوتبوت وبين الانبوت اوكي فيوجوالي اي في كلش اكبر من الواحد لان سي ام ات ذا اوتبوت ميلر كاباسيتنس ات ذا اوتبوت تقريبا تساوي للفيدباك كاباسيتنس اوكي اذا نون انفرتنج امبليفاير such as the common base and emitter follower configuration the miller effect capacitor is not contributing concern for high frequency applications يعني اذا كان عندي شنو الامبليفاير هي كومن بيس او ايميتر فلاور الجيل بالتالي راح يكون بوزيتيف فاذا كان بوزيتيف يقول الميلر افكت ما راح تشارك بالهاي فريكوانسي ابلكيشن اوكي هسه شنو حقيقه راح ناخذ شنو هاي فريكوانسي ريسبونس للبي جي تي امبليفاير اوكي فقلنا بالهاي فريكوانسي راح تبين عندنا البارازيتيك كاباسيتنس اللي هي الكاباسيتنس الموجوده بين الجنكشن يعني بين البيز والاميتر بين البيز والكولكتر وبين الكولكتر والاميتر اوكي فالجين بالتالي الاي في طبعا شوف هنا حقيقه هذا الرسم هذا يختلف عن رسم اللو فريكوانسي طبعا يختلف ليش شنو الاختلاف بين هذا الرسم مال لو فريكونسي شنو الاختلاف من يعرف متسع والمقاومة بالعكس أعني متسع والمقاومة بالعكس اي بالضبط وهذا حقيقة هو اعتبار هذا يعني كأنه فلتر بالهاي فريكونسي وذاك فلتر مال لو فريكونسي يكون هو نفسه ار سي لكن تتبادل المواقع الار والسي اوكي فايضا الحسبة حقيقة نفس المسألة ايضا انه ماينس 3 دي بي وماينس 6 دي بي بير اوكتاف وايضا نحسبها في الصورة هذه ناخذ حقيقة هذه الدائرة اوكي هذه الدائرة ايش نشوف بيها نشوف بيها الحقيقة هاي دائرة كاملة باللو فريكونسي راح يشتغل عندنا شنو راح يشتغل عندنا باللو فريكونسي سي اس
والسي سي والسي اي. هذه تشتغل شنو؟ تشتغل باللو فريكونس. عندنا بالهاي فريكونسي تشتغل من عندنا، تشتغل هذه اللي هي سي بي سي والوايرين كاباسيتانس سي دبليو اي، السي بي اي اوكي، والسي سي اي، والاوتبوت وايرين كاباسيتانس سي دبليو. هاي تشتغل وين؟ تشتغل بالهاي فريكونسي، تشتغل بالهاي فريكونسي اوكي. الكاباسيتانس حقيقه اكو تشتغل باللو فريكونسي بهاي باللون تقريبا الاحمر، وكاباسيتانس تشتغل بالهاي فريكونسي اللي هي بارازيتك، هي ما موجوده هذه. فباللو فريكونسي هي اوبن، مقاومتها عاليه، ليش؟ فما يمر بها تيار، مقاومتها عاليه انقيادها قليله، فباللو فريكونسي تكون مقاومتها عاليه فما يمر بها تيار، فبالتالي تكون اوبن اوكي. لكن بالهاي فريكونسي نتيجه الفريكونسي العالي راح تكون شنو؟ شورت، بالتالي راح يمر بها تيار، فانه شنو لازم حقيقه ندرس شنو تاثيرها على الدائره اوكي. الكوفلنت سيركت مال الدائره اللي بالاعلى هي هذه اوكي. فشو نشوف هنا؟ طبعا اول ما نرسم، نرسم شنو؟ نرسم نرسم الترانزستور مالتنا اوكي. بعدين حقيقه شنو راح نرسم بالانبوت؟ شوف بالانبوت ايش عندنا؟ عندنا الفي اس، الار اس، هذه الكاباسيتانس اللي هي شنو؟ اللي هي سي اس. بالهاي فريكونسي راح تكون شورت فما موجوده، فشوف الار اس، وهنا حقيقه عندنا شورت ما موجود. احنا شنو ندرس؟ تاثير الهاي فريكونسي. نجي للار 1 والار 2، هي هذه بارالل، الار 1 والار 2 هذه هي بارالل اوكي. بعدين شنو اللي عندنا حقيقه؟ عندنا الار ان، هذه الار ان اللي هي شنو؟ اللي هي هاي الار ان، شنو هذا حقيقه؟ هاي الار ان، الار ان اللي هي الار ان اللي هي بيتا ار اي، هذا الار ان اوكي، هي شنو؟ هي البيتا ار اي، هذا الار ان هي نفسها البيتا ار اي. الانبوت مال الترانزستور مال الامبليفاير مالتنا اللي هي بيتا ار اي اوكي. بعدين شنو راح نشوف؟ حقيقه الكباسيتر السي اي، الانبوت كباسيتر مال هذا الترانزستور ايش تساوي لنا؟ تساوي لنا هذا التيرم اللي هو الانبوت مع الوايرين كاباسيتانس على الانبوت بلس الكاباسيتانس الموجوده بين البيز والاميتر سي بي اي، وزائدا الميلر افكت كاباسيتانس على الانبوت. هذه هي شنو؟ الانبوت كاباسيتانس اللي هي السي، هذه هي قيمه الانبوت كاباسيتانس اللي هي السي اي هذه هنا اوكي. نجي شنو للاوتبوت؟ عندنا البيتا اي بي الكرنت مالتنا، ونجد عندنا الار او اللي هي المقاومه اللي هي مع مال ترانزستور ات ذا اوتبوت، ونجد الار سي اللي هي ريليتد تو جراوند. السي اي طبعا شنو؟ والار اي راح تكون باي باس كاباسيتانس، فبالتالي الار اي ما راح نشوفها، لان احنا ندرس هاي فريكونسي، باللو فريكونسي تبين لكن بالهاي فريكونسي ما تبين. وايضا راح نجد شنو؟ الار لود، ونجد كاباسيتانس اللي هي السي او اللي هي الاوتبوت كاباسيتانس. الاوتبوت كاباسيتانس شو تساوي لي؟ تساوي الوايرنج كاباسيتانس على الاوتبوت بلس الكاباسيتر اللي هي بين البيز، بين الايميتر وبين الكولكتر اللي هي سي اوكي، بلس شنو؟ الميلر اوتبوت كاباسيتانس at the output اوكي. فهذه هي السي او، واضحه؟ السؤال هو حقيقه ليش هنا حقيقه عندنا ايضا كاباسيتانس اللي هي هذه السي، هذه الكاباسيتانس اللي هي سي بي سي. السي بي سي حقيقه ما مشاركه بهذا التيرم، ليش ما مشاركه؟ شنو السبب؟ السي بي سي اللي هي الكاباسيتانس ما موجود لا بالانبوت
ولا بالاوتبوت. واي؟ استاذ هي مو المفروض باثنينهن تربطهن؟ بس على مو المفروض تربط الانبوت ويا الاوتبوت؟ ما قاعد اسمع شوي على صوتك. استاذ مو هي المفروض تربط الانبوت ويا الاوتبوت؟ لو لا اي نعم اي استاذ احنا ما نريدها تربطها، يس. فهمناها غير غير ما نريدين. هي مو بكيفنا، هي احنا مو نريدها مريض، هي هذه واقع حال. يعني اذا عندك هاي فريكونسي هي تطلع. احنا اصلا هي الكباسيتر نسميها بارازيتيك غير مرغوب بيها، لكن هي واقع حال بالهاي فريكونسي تخرج. احنا ما بنخليها نتيجة اذا نشتغل هاي فريكونسي هذه الكباسيتانس راح تظهر، راح يصير لها قيم مهمة، يعني قيم انه تؤخذ بنظر الاعتبار نسميها significant values. فبالتالي هي راح تظهر، يعني احنا مو بكيفنا، يعني هذا هو طبيعة الشغل هالشكل. اوكي هي لازم تظهر يعني زين. ما موجودة هنا الانبوت، هذه السي بي اي موجودة هنا، السي سي سي موجودة بالاوتبوت، لكن هذه السي بي سي ما شاركت. شنو السبب؟ لو هي مشاركة وما ندري. من يعرف؟ طلاب، من يعرف؟ أستاذ أنت مو ماخذها ويا الانبوت لو لا؟ هاني؟ مو ماخذها ويا الانبوت ويا السي وين اي وين موجودة؟ بالانبوت وين موجودة؟ ويا السي اي؟ السي اي تساوي سي اوميجا اي زائد سي بي. لا لا لا، هاي السي اي هاي قيم. السي اي هي سي دبليو اي الوايرز بلس سي بي سي بي اي بلس سي ام اي، هذه قيمة السي اي. الانبوت كاباسيتر هاي قيمة، والاوتبوت كاباسيتر هاي قيمة، يعني هاي القيم مالته هي هاي الموجودة. استاذ لين عليها دي سي سي؟ يعني لين عليها فولتية دي سي؟ لا ما لها علاقة، تعرف كل زين، هاي ما لها علاقة الفولتية، شو لها علاقة؟ لأنه الفولتية راح تكون شنو؟ بالاي سي راح تكون شورت سيركت، يعني قصدي راح تكون جراوندد. هسه هي هذا بالجراوند هي اخذناها بنظر الاعتبار. خمودي شوفوا. اين الفرسان؟ ماكو ولا فارس؟ هذه الكباسيتانس هي وين موجودة؟ لأنه هي المتسعة مع الأوتبوت السي سي. بين الانبوت والاوتبوت. اوكي واحنا شو اخذنا قبل شوية؟ السي اف اللي هي شنو؟ الكباسيتانس الموجودة بين الانبوت وبين الاوتبوت، صح ولا لا؟ اذن الكباسيتانس الموجودة بين الانبوت والاوتبوت وين موجودة؟ موجودة بالسي ام. يعني هذا السي ام انبوت اللي هي ميلر افكت كاباسيتانس، اللي هي قلنا شنو هذه الكاباسيتانس اللي هي هاي السي ام اللي هي شنو قلنا تساوي لنا 1 ماينس اي في 1 ماينس اي في. اوكي شنو سي اف؟ السي اف هي نفس السي بي، السي بي سي هي نفس الكباسيتانس الموجوده بين الانبوت والاوتبوت. هذه السي ام، السي يعني السي اف هي نفس السي بي سي. اوكي وايضا هنا بالاوتبوت راح تكون 1 ماينس 1 اوفر 1 اي في. اوكي 1 اي في اللي هي شنو؟ السي بي سي. فالسي اف الفيدباك كاباسيتانس هي نفسها السي اف. اوكي فهي موجوده.
وليس يعني غير مربك. استاذ هي من صايرة بياناتهم، ليش اخذناها ويا الاوتبوت؟ يعني هي مو تقول صايرة بياناتهم بين الانبوت والاوتبوت؟ اي مدرسة هنا درسنا تأثيرها، هنا موجودة بين الانبوت والاوتبوت، درسنا التأثير هنا من قلنا شنو اكو كاباسيتر فيدباك موجودة بين الانبوت والاوتبوت بالنسبة شنو للانفيرتنج امبليفاير اللي موجود فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت 180 درجة، هاي السي اف. فدرسنا تأثيرها على الانبوت ووجدنا تأثيرها على الانبوت اللي هو هذا السي ام انبوت اللي هي شنو هذه قيمتها اوكي، ودرسنا تأثيرها على الاوتبوت اللي هي 1 ماينس اي في سي اف. فالسي اف بالنسبة للكومن ايميتر هي نفسها السي بي سي اللي هي موجودة بين الانبوت والاوتبوت، وتأثيرها على الاوتبوت 1 ماينس 1 على اي في سي اف. فالسي اف هنا هي شنو، هي نفسها اللي هي الكاباسيتانس السي بي سي الموجودة، هاي الموجودة بين الانبوت والاوتبوت اوكي، هي نفسها هاي الكاباسيتانس. فاحنا اذا نريد نرسم الرسم نقدر نخليها هنا بعدين شو نحولها الى ميلر افكت على الانبوت والاوتبوت، لانه على مو سهولة الدراسة مالتها هي تكون راح لها تأثير على الانبوت وتأثير على الاوتبوت. تأثيرها على الانبوت شنو هو 1 ماينس اي في سي اف سي بي سي، تأثيرها على الاوتبوت شنو 1 ماينس 1 اوفر اي في اللي هي سي بي سي اوكي. وهنا طبعا توضح المعادلات السي ام انبوت اللي هي شنو 1 ماينس اي في سي بي سي، والسي اف نفسها السي ال سي اوكي، العفو السي بي سي، والسي ام اوت بوت 1 ماينس 1 اوفر اي في سي بي سي اوكي. فالان حقيقه اذا اريد تاثير ندرس الهاي فريكونسي، الهاي فريكونسي راح يكون بالصوره التاليه، ايش راح نشوف هنا حقيقه اذا ندرس نقول الار ثيفنين الان راح تكون ار 1 بارالل تو ار 2 بارالل تو ار اي وبارالل تو ار اس. الار ان هي نفس البيتا ار قلنا اوكي، فراح تكون بارالل تو ار 1 ار 2 بارالل تو ار اس اللي هي بالصوره هذه. وطبعا الاي ثيفنين احنا ما نستفاد منها لكن شنو كدائره لازم انه موجود بيها سورس، وايضا نقدر ندرس شنو قيمتها الاي ثيفنين. فبالنسبه ل ميسم موجوده ميسم الله اعلم تجي. فالهاي فريكونسي ات ذا انبوت هو 1 على 2 باي ار ثيفنين ات ذا انبوت في سي ار في سي اي اوكي، في الكاباسيتاس ات ذا انبوت اللي هي سي اي اللي هي قيمتها هذه اوكي سي دبليو اي بلس سي بي اي بلس سي ام اي اللي هي سي ام اي اللي هي سي بي سي اوكي. فهذا هو الهاي فريكونسي ات ذا انبوت اوكي. بالنسبه للاوتبوت ايضا نفس المساله، ايضا لو ناخذ الثيفنين ثيورم على بالنسبه للسي اوت شو نشوفه حقيقه هنا اوكي، ونشوف حقيقه هذه المقاومات كلها على التوازي اوكي، الار او بارالل تو ار لوج بارالل تو ار سي، والاي ثيفنين او والاف اتش ات ذا اوتبوت راح يكون 1 على 2 باي ار ثيفنين سي او. فالار ثيفنين هي شنو؟ قلنا هذه المقاومات على التوازي، والسي او ايضا انه الوايرنج كاباسيتانس بلس الكاباسيتانس بين الكولكتر والايميتر زائد الكاباسيتانس مال ميلر افكت ذا اوت بوت، والسي السي اف هي نفسها سي بي سي اوكي. مثل ما نشوف هنا ات فيري هاي فريكونسي ذا كاباسيتيف رياكتانس اوف سي او ويل ديكريز اند كونسيكونس consequently reduce the total impedance of the output parallel branch. اوكي طبعا هاي الكباسيتانس هاي الفريكونسي هي الحقيقه راح شنو تقلل الجين وراح تنزل الزيرو. هنا عندنا اكزامبل انه نفس الاكزامبل السابق اللي هو هذا نفسه حقيقه هذا، لكن شنو بنطين قيم القيم مالتنا في الصوره هذه كل القيم موجوده اوكي، كل المقاومات الاتش اف اي هي نفسها البيتا
تساوي لنا 100. اوكي، والمقاومات نفسها السي بي اي بعض الاحيان نسميها سي باي. اوكي، ايضا قيمها موجوده، شوف قيمها كلها قليله في المية. وانه شنو نجسم السي اون بوت. اول شيء البيتا ار اي، طبعا الار اي لازم تحسبها من الدي سي ايكويفالنس سيركت، وتحسب الاي في ميد بدون دخل الار اس. اوكي، اي في ميد مال الامبليفاير، هاي طبعا احنا شنو حسبناه باللو فريكونسي، هو نفس الاكزامبل. والار ثيفنين ات ذا انبوت هي ار اس بارالل تو ار 1 ار 2 بارالل تو بيتا ار اي، قبل شويه سؤال ميسا، وحسبناه 0.75 كيلو اوم. الانبوت كاباسيتانس، نجمع الكاباسيتانس كلها، الاي في هو 90، بيصير ماينس وماينس 90، فراح يكون 406 بيكو فرات سي انبوت. نحسب الهاي فريكونسي راح يكون 687 فاز 73. الار ثيفنين ات ذا اوت بوت ايضا نحسبها، والسي او نجمع الكاباسيتانس، فنشوف حقيقه السي او راح يساوي لي 13.04 بيكو فرات. اوكي، وبالتالي الهاي فريكونسي راح يكون ات ذا اوت بوت 8 فاز 600 جيجاهرتز. الآن عندنا تو فريكونسيز 687 و8 فارزة 6 ميجا، أي فريكونسي راح ناخذه بنظر الاعتبار؟ هل هو هذا لو هذا؟ أوكي، أي فريكونسي راح يكون كت أوف فريكونسي بالهاي فريكونسي؟ منو راح يكون 687 لو 8 فارزة 6 ميجا؟ ناخذ القليل لو العالي؟ وليش؟ استاذ هي مو التردد القليل ناخذه لين حيكون مال تردد الترانزستور عالي، مال الدائره الداخليه ناخذ تردده القليل والعالي القليل القليل، وفعلا ناخذ القليل لان يعني بالهاي فريكونسي. اوكي، نفرض حقيقه هذا مال الاكسس مال هاي فريكونسي، فعندنا شنو؟ عندنا هاي 687. اوكي، وهنا بعدين عندنا ال 8 فارز 6 ميجا. اوكي، فيكون هذا حقيقه ات ماينس 3 دي بي هو راح يكون الفريكونسي اللي ناخذه بنظر الاعتبار، راح تنزل الدائره هالشكل، بينما باللو فريكونسي ناخذ العالي ما ناخذ القليل. فبالنسبه لهاي فريكونسي راح تكون الامور شنو؟ تجري بالعكس. اوكي، هذا الرسم حقيقه اللي هو مال الدائره مالتنا، هذا الرسم هو السابق اللي اخذناه سابقا، هذا هو الرسم اخذناه باللو فريكونسي. اوكي، هو نفس السؤال، وهذا الرسم الاخر اللي هو مال الهاي فريكونسي اللي هو نفس الصوره، طبعا راح نرسمه لو بالنسبه للهاي فريكونسي. اوكي، فناخذ نقسم هذه الى ديكات متساويه، وبالتالي نحدد ال 800 و ميجا هيرس. اوكي، وانه شنو ان ايضا نحسب من هاي الجهه، نحسب ديكاد كامل وننزل 20 دي بي ونرسم الاسمتوت مالتنا. اوكي، هاي الاسمتوتات كلها هاي ماينس 6 دي بي بير اوكتاف، يعني شنو 10 ديكاد بير 20 دي بي بير ديكاد. اوكي، فايضا نرسمها وات ماينس 3 دي بي راح شنو ينزل الكير بهالصورة هذه. اوكي، فهنا باللو فريكونسي ناخذ الفريكونسي العالي، بالهاي فريكونسي الكت اوف راح يكون الفريكونسي الاقل. دكتور، نعم، بس بالهاي هسه الدائرة ليش ما حسبنا السي اس بي مو اللي بيشغل الدائرة؟ بس على صوتك. ليش ما حسبنا وياه؟ ما قاعد اسمعك. السي سي ليش ما حسبناها وياها؟ ال يعني مال سي اي والسي اوت من طلعت التسعات الطفيليه، ليش ما حسبنا السي سي وياها؟ حسبنا بس السي اي. ال
من ايام يا من هي قصدك يا هي هذه؟ بالسي اوت. اي نعم. اي السي سي ليش ما حسبناها؟ هاي سي سي اي نعم. هذه اي دكتور. ايه، ما الحقيقة الصوت ما قاعد اسمعه شوية، فاذا انت تعلي صوتك. انا بالنسبة للسي سي قلت لك، انا حقيقة بداية المحاضرة هذه السي سي والسي اس هذه السي اي، هذه تشتغل فقط باللو فريكونسي، هذه الكاباسيتانس كلها تشتغل شنو؟ تشتغل باللو فريكونسي، ما تشتغل بالهاي فريكونسي. اللو فريكونسي هاي تشتغل، لكن بالهاي فريكونسي راح تكون شورت. هذا تشتغل باللو فريكونسي، بالهاي فريكونسي راح تكون هاي الكباستر شورت، فما راح تشارك لا بالانبوت ولا بالاوت. باللو فريكونسي هذه الكباسيترز اللي هي الاخرى، اوكي، هذه شبيهه، هذه راح تكون اوبن باللو فريكونسي. ايش وقت تشارك؟ تشارك بالهاي فريكونسي. اوكي، هاي الكاباسيتانس تشارك فقط بالهاي فريكونسي، فباللو فريكونسي شو تكون؟ تكون اوبن، لانه الامبيدنس مالتها تكون كلش عالي. اوكي؟ فما تشارك باللو فريكونسي، تشارك بالهاي فريكونسي فقط. فالسي سي ما شفناها بالهاي فريكونسي، ليش؟ لان هي شورت بالهاي فريكونسي، يعني قيمها عاليه. قيمها بالمايكرو فراد، فاذا 10 مايكرو فراد، هسه اذا تحسب 1 على 2 باي، اوكي، 2 باي الاكس سي هي 2 باي اوميجا سي 2 باي اف، اوكي، وسي. فاذا تاخذ السي تساوي لنا 10 مايكرو فراد، 10 اس 10 مايكرو فراد يعني 10 سالب 5، وهاي فريكونسي تاخذ مثلا فريكونسي فد يقول 10 اس يعني فد 100 ميجا، ف 100 ميجا يعني 10 اس 8، اوكي، ف 10 اس 8 في 10 اس سالب 3 سالب 5، فراح تكون 1، فتكون الاكس سي، الاكس سي مالتنا راح تكون شنو؟ 1 على تقريبا 6000، 1 على 6000، ف 1 على 6000، اوكي، هاي الاكس سي، فتقريبا شنو تساوي لي زيرو، فتقريبا تساوي لي زيرو، اوكي. فبالهاي فريكونسي اذا كان عندنا 100 ميجا يعني 10 اس 8 في 10 اس سالب 5 راح تكون شنو 10 اس 3 في 2 باي تقريبا 6000، 1 على 6000 تقريبا يصير زيرو. فهذه السي اس والسي سي والسي اي راح تكون شورت سيركت بالهاي فريكونسي، اوكي. عندنا بالنسبه للاف اي تي امبليفاير حقيقه نفس المساله، الاف اي تي امبليفاير تكون الامور ابسط، ليش؟ لان يعني الار جي تكون انفينيتي، تكون عاليه، فبالتالي انه ما راح تشارك الار سيجنال هنا، اوكي. فنشوف حقيقه نفس التاثير، شوف هنا الار سيجنال الار جي، طبعا ما عندنا بيتا ار اي لانه الاف اي تي هو شكل شغله، المقاومه تكون الانبوت مالته عاليه لان ايزوليتد، وجي ام في جي اس وهذه المقاومات موجوده. فالاف اتش اي 1 على 2 باي ار ثيفنين سي اي، اوكي، والار ثيفنين هي ار جي بارالل تو ار سي، والار جي تكون كلش عاليه، فبالتالي راح تكون فقط ناخذ الار سيجنال بالموضوع، اوكي، او حتى تحسبها تشوفها. الار اوت بوت هي هاي ار ال بارالل تو ار دي الى سمول ار دي، وانه هاي دائره الاوت بوت، هاي دائره الانبوت، فبالتالي الفريكونسي اف اتش ات ذا انبوت 1 على 2 باي ار ثيفنين انبوت سي اي، وبالنسبه للاوت بوت راح يكون ايضا نفس المساله. الاميلر كاباسيتاس هي نفسها 1 ماينس اي في، لكن سي راح تكون شنو؟ بين الجيت وبين الدرين سي جي دي، هي هاي السي اف. الفيدباك كاباسيتانس هي هذه، راح تكون السي، هذه هي السي اف، اوكي، هاي راح تكون الفيدباك كاباسيتانس، اوكي. وبقيه الكاباسيتانس ايضا شنو راح تشارك عندنا بالمساله، اوكي. فسي انبوت سي دبل باير سي جي اس سي ميلر افكت ات ذا انبوت، اوكي، و الاوت بوت راح تكون 2 باي ار ثيفنين ات ذا اوت سي او، اوكي.
عندنا ايضا اكزامبل بي قي ام، وايضا نحسب الهاي فريكونسي. اوكي، فنحسب حقيقة هاي فريكوانسي بالنسبة للانبوت، والهاي فريكوانسي بالنسبة للاوتبوت. اوكي، ونجد حقيقة التي 945 11. ميجا، وبالتالي راح يشارك هو الاقل فريكوانسي. اوكي، the result above clearly indicate the input capacitance with a similar effect. Okay, will determine the upper cutoff frequency. This is the typical the case due to the smaller value CDS and the resistance level. Okay.